الليجا تشتعل، ريال مدريد بيحاول انتصار على ريال سوسيداد 2-1 علشان يتعادل في النقاط مع برشلونه، والليجا حرفيا تشتعل. كل مباراه جايه سواء ريال مدريد او برشلونه هتلاقي متعه غير طبيعيه، ودلوقتي الكوره بقت في ملعب برشلونه والليجا بقت في ملعب برشلونه. هنتكلم النهارده في مباراه ريال مدريد وريال سوسيداد. نزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. لو مشفتش حلقه ليفربول وايفرتون شوفها من هنا، ويلا بينا نخش. زباين القهوة، النهاردة هنتكلم في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد. مباراة شوطها الأول كان فيه شكل وشوطها الثاني كان فيه شكل تاني خالص. نبدأ بتشكيلة ريال مدريد. ريال مدريد بادئ نوعا ما على الورق بالأربعة تلاتة تلاتة، بادئ بكورتوا، فاران، راموس، مارسيلو، كارفاخال، ثلاثي نص الملعب فالفيردي، كاسيميرو، كروس، قدامهم فينيسيوس جونيور، خامس رودريجيز وبنزيما. الشوط الاول كان سيء جدا من ناحيتين، كان سيء جدا من ناحيتين، مفيش ولا ضغط ولا فرصه خطيره ولا صناعه لعب ولا في اي حاجه، بس ريال مدريد فيه لمحه بسيطه ممكن تزق نوعا ما اللي هو ماسك الكوره اكتر، بيحاول اكتر، بيحاول يوصل للجول اكتر واكتر يعني. بس ريال مدريد كان باين في الشوط الاول انه بيحاول يعتمد على جبهه فينيسيوس جونيور صريحه، هو انا هعتمد على جابت جونيور. بس جونيور النهارده الشوط الاول ما كانش في مستواه جدا يعني، ما كانش لسه دخل في المود بتاع المباريات. وخامس رودريجيز اللي المفروض بيلعب ناحيه اليمين كوينج رايت كان تايه جدا النهارده، مش ظاهر وسيء ومش عارف يباصي، وكان في شكل كتير غريب جدا لخامس رودريجيز النهارده، ولا كانه ناسي الكوره. بس بعد تقريبا 25 دقيقة تشكيلة اتحولت من 4 3 3 ل 4 2 3 1، فالفيردي وينج رايد، وخلى خامس رودريجيز كصانع العاب وفيريز جيني الشمال وبنزيما مهاجم. لكن الطريقة دي ما نجحتش. ما نجحتش ليه؟ لأن ريال مدريد في شكل معين بيحاول يطبقه وبيحاول يخلي الشكل ده هو المميز، ومعرفش إن مثلا جابة اليمين ما فيهاش غير كارفاخال، لأن فالفيردي مش عارف يعملها في الدور الهجومي. خامس رودريجيز سيء وتايه ولسه ما دخلش في فورمة. الناحية التانية فينيسيوس جونيور برضه لسه ما دخلش في فورمة. بنزيما هو الوحيد اللي فت فيهم، بس بيخرج بره منطقة جزاء كتير جدا. فده مش عندك شكل تحاول تقدمه او تحاول تضغط عليه على ريال سوسيداد عشان تسجل الشوط الاول. الناحيه الثانيه ريال سوسيداد نوعا ما كان شكله سيء جدا، واوديجارد النهارده في نص الملعب كان شكله سيء، ما قدرش يعمل الدور الفعال اللي كان بيحاول يعمله. الشوط الاول ككل هو اثنين كان افضل اثنين في المباراه، يعني من ناحيه ريال مدريد كان فالفيردي، وناحيه ريال سوسيداد كان ايساك. غير كده كان باقي الفريق كان عادي، في لعيبه سيئه وفي لعيبه عاديه، مفيش لعيبه في التوب ليفل بتاعها او في الفورمه بتاعتها. الشوط الاول كان بيحاول يخلص، يلا نخلص المباراه، يلا نخلص الشوط الاول 0-0 وشوط الثاني شوف اللي يحصل. 0-0 خرج الشوط الاول، افتكرت سيناريو برشلونه واشبيليا وقلت ممكن ريال مدريد يخرج تعادل 0-0 برضه. ريال مدريد هيبقى بيقدم لبرشلونه طبق من ذهب وبيقول له خد الدوري، ويبتدي بقى اللقطه المعروفه دايما اللي بتحصل في جميع الدوريات او في احيانا في دوريات كتير، زي اللي هو ايه خد الدوري، لا 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 خد الدوري، طب خد الدوري انت، لا 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 خد الدوري انت، لا تعادل من هنا على تعادل من هنا، وخساره من هنا على خساره من هنا، ولا حد عايز يكسب ولا حد عايز يحسم الدوري. فده كنت خايف منه بعد ما الاول خلص 0-0، قلت ايه بقى ان المتعه اللي كنا منتظرينها هل هتتسحب مننا. لكن ريال مدريد الشوط الثاني كان عنده راي ثاني خالص، لان ريال مدريد دخل الشوط الثاني بيحاول يضغط على ريال سوسيداد، بيحاول يسجل، بيحاول يهدف. الشوط الثاني فينيسيوس جونيور ابتدى يفوق اكتر، ابتدى شكله يبقى افضل، ابتدى يهدد مرمى سوسيداد، وبانت في بدايه الشوط لما جاب ضربه جزاء ريال مدريد ودخل راموس حط الجون الاول. فينيسيوس جونيور بان في الحته اللي هو انا كويس، وحتى بعد كذا كوره سرعته كان بيستخدمها كويس جدا، وكان مهارته بيستخدمها كويس جدا. لكن بعد ضربه الجزاء حصل نوعا ما هزه في دفاع ريال مدريد، بعد ما خرج راموس مصاب في بيته، مش عارف هل هتكون الاصابه كبيره ولا اصابه صغيره، الله اعلم. بس خرج راموس مصاب ونزل مكانه ميليتاو. بقى عندك في نص الملعب انت حولت التشكيله ل 4-4-2 دايموند، تمام؟ ال 4-4-2 دايموند اللي انت عايز تلعب بيها بتبقى محتاجه اثنين مهاجمين، واحد بيفتح مساحات وواحد فينيشر. فانت ازاي بقى عايز فينيسيوس جونيور يلعب مهاجم تاني جنب بنزيما، وبنزيما يفتح مساحات وجونيور يفتح مساحات، وتقول على الخامس رودريجيز سيء؟ طب هيقدم الكره لمين او هيصنع لمين؟
قول لي رد عليا يا عزيزي زبوني الريال مدريداوي، رد عليا قول لي الخمسه رودريجيز هيقدم لمين الكوره ويصنع لمين في ظل ان بنزيما بيفتح مساحات وجونيور بيفتح مساحات. بنزيما نعم نوعا ما الكوره بتجيله في منطقه الجزاء بيخلص، لكن جونيور كفينشر سيء جدا، كفينشر فينيس جونيور سيء جدا. كان عندي اللي انت عايز تغير تشكيل 4 4 2 دايموند وتلعب بلاعب جنب بنزيما، كنت تنزل مثلا اسينسيو، كنت تنزل ماريانو دياز، هازارد لو جاز كنت تنزله، لكن جونيور يتلعب كفينشر لا. كان النهارده بنشوف بنزيما بيحاول يفتح مساحات وجونيور كان بيحاول يفتح مساحات، وجي في الاخر قلنا ان خامس رودريجيز وحش علشان ما قدمش حاجه مباراه النهارده وكان تايه في ظل ان خامس رودريجيز ما يعني ما كانش عارف يصنع لمين بعد الشكل اللي ريال مدريد ما قدرش يطبقه، كان شكله سيء جدا بال 4 4 2 دايموند. زيدان حاول تاني يرجع التشكيله من تاني، بس تغيير نص الملعب دي اللي هو خرج فيها خمس رودريجيز اتاخرت قوي، كان ممكن تضيع منه المباراه بسبب التاخير اللي اخره. خمس رودريجيز ما كانش باين بسبب ان ما فيش حد من الجزاء يصنع له، وهو رودريجيز لسه برده ما دخلش فيد فما كانش باين قوي. لو كان فضل في الملعب 90 دقيقه كان ممكن نص الملعب يفرط منك، فتغييرت خامس اخرت نوعا ما، كان ممكن تضيع ماتش ريال مدريد وكان التاخر غير مبرر من زيدان بصراحه. بعد كده غير تغييرين على طول ونزل اسينسيو بدل الخامس ونزل ماريانو دياز بدل كريم بنزيما، تحطش كده 4 4 3 3 صراحه بقى، اسينسيو ناحيه شمال ناحيه يمين وفينيسيو جونيور ناحيه شمال وماريانو دياز كمهاجم. لكن قبل ما يطلع بنزيما حط جون، حط جون كره عرضيه بيستلم، استلم بكتفه الفار قال لك بايده لا بكتفه، ده بكتفه 2-0. بس قبل الجون ده ريال سوسيداد سجل هدف، سجل هدف عدنان ينزاي شاط كوره بعيده من بعيد سجل الجون، والمفاجاه ان الفار والحكم حسبوه اوف سايد. اوف سايد لاعب فعلا كان في لاعب من سوسيداد اوف سايد، لكن اللاعب بتاع سوسيداد ولا اتحرك ولا دخل في الكوره ولا كان حاجه بالرؤيه على كورتوا، شفناها من الكاميرا العكسيه اللاعب بعيد عن رؤيه كورتوا، فانت لغيت جيل ليه الجون مش فاهم بصراحه. بس اتلغى الجون وبعد كده ريال مدريد رد الجون تاني وبقى 2-0 لريال مدريد. حلو حلو. بعد كده غير ريال مدريد تغييرين، نزل ماريانو دياز ونزل اسينسيو وخرج خامس رودريجيز وخرج بنزيما. بعد التغييرين دول ريال مدريد كشكلا ما كانش فعال، الشكل بتاع ريال مدريد ما كانش فعال، كان شكله بيسك كيك عادي، ولا اللي هو الممتاز ولا اللي هو السيء، كان شكل عادي بيحاول يخلص المباراه. بعد كده بنشوف تغييرين، بينزل مندي بدل راموس بدل مارسيلو، بينزل بعديها مودريتش بدل تقريبا كان بدل فالفيردي او بدل كروس مش فاكر، بس التغييرين نزلوا مودريتش ومندي، بس المباراه خلاص بتنتهي 2-0 لريال مدريد. كوب في الدقيقه 82 جول لريال سوسيداد، المباراه بترجع تاني تشتعل، هل سوسيداد هيتعادل؟ هل المتعه تتسحب؟ هل هل هل؟ لكن خلاص المباراه بتخلص 2-1 لريال مدريد. ريال مدريد كشكل اللي احنا بنشوفه شفناه في كذا مباراه، شفناه قدام فالنسيا وشفناه النهارده قدام ريال سوسيداد تاني، ان ريال مدريد بيلعب شوط اول كويس، لكن شوط اول سيء، شوط تاني كويس. ده لازم يتعدل لو انت عايز تكسب الدوري. انت عندك مباراه جايه تقيله، عندك مباراه نوعا ما ممكن تكون تقيله عليك، ممكن عندك مايوركا يوم الاربعاء، بس الناحيه الثانيه برشلونه في مباريات ممكن يقع فيها زي اتلتيك بلباو اللي هتلاعب يوم الاربعاء، وزي كمان عنده مباراه اتلتيكو مدريد، فانت عندك مباراتين ممكن جدا ريال برشلونه يقع فيهم، فريال مدريد ممكن يكون الاقرب للدوري او حسم الدوري، الله اعلم. قول لي رايك انت في كومنتس المباراه ريال سوسيداد وريال مدريد، ده رايي انا في المباراه، قول لي توقعك مين اقرب لحسم الليجا، هل برشلونه ولا ريال مدريد؟ قول لي توقعك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب قناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت فيسبوك وتويتر وانستجرام، واعمل شير على فيسبوك، تويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.